سلام المسيح معكم مشاهدينا وين ما كنتم عم بترفقونا عبر شاشة نور الشرق أو نور سعد. لما انكتب سفر التكوين وسفر الخروج كان الشعب العبراني عم بيعيش تمزق بين الشمال والجنوب. أما بالجنوب في مصر يلي دعيها أشعيا قصبة مردودة بتسقب الإيد لكن ما بتقدر تسند يلي بيستند عليها. من هيك كانت الخبرة مع مصر دايما أليمة. وأولا لما إبراهيم هالشخص يلي دعا الرب وباركه مضي إلى مصر وهناك كان رح يضيع حاملة العهد لو إنه الرب ما دافع عنه. أما يعقوب فخاف ينزل إلى مصر مع إنه ابنه يوسف كان ناطره هناك، لكنه قدم ذبيحة فسمح له الله إنه يمضي إلى مصر ووعده إنه ما رح يبقى فيها للأبد. بيقول الكتاب: أنا أنزلتك إلى مصر وأنا أصعدك. والوحيد يلي رفض النزول إلى مصر هو إسحاق، فمع أنه الجوع كان قاسي والشتاء قليل منعه الله من الذهاب إلى مصر فامتنع. لكن رغم القحط والجفاف زرع بأرض فلسطين فنال غلات كتيرة. أما يوسف فنزل إلى مصر بحالة ذليلة من بعد ما بيعوا أخوته مثل ما تعودوا العبرانيين يعملوا مع مواطنينهم. بالواقع بارك الرب يوسف وكان معه، ولكن رح يقول لأخته أنه ياخدوا جسده ويدفنوه بأرض الموعد. هيدي خبرة نسل يعقوب يلي تكاثر وتكاثر. كانوا عبيد ورح يتألموا كتير، وكأنه الرب عم بينبههم على مدى تاريخهم من التعامل مع مصر هالبلد القوي يلي رح يتاجر فيهم وبيهرب بساعة الحرجة. من هيك انكتب سفر الخروج السفر الثاني من أسفار موسى، فكان الأساس بكل عمل خلاصي رح يقوم فيه الرب بتاريخ شعبه. هجرة الشعب إلى مصر أو الابتعاد عن أرض الموعد هو عنوان الحلقة الأخيرة من برنامج الكلمة انطلاقا من سفر الخروج الفصل الأول مع المونسيور الدكتور بولس الفغالي، دكتورة لاهوت، دكتورة تاريخ أديان، دبلوم عالي كتاب مقدس. مونسيور أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. فإذا نحن اليوم رح نكون عم نتأمل بالحلقة الأولى الفصل الأول ليش قلتينا آخر حلقة؟ هي آخر حلقة بهالشبكة الآن. إيه بس بحس إنه آخر حلقة نهائية. لا رح الحلقة الأخيرة بهالشبكة ورح ننهي فيها تأملنا بالكتاب المقدس. ولكن إن الله راد رح نكون عم نتابع بالشبكة الجديدة. ما هيك حتى تكون واضحة مشان الناس. إيه. نعم. إيه. أنا حبيت هيك أخوفهم شوي. إيه. أو أنا خفت معك أنا شوي. إيه. نعم. لا هي ما كانت مقصودة. فإذا مونسيور رح نتأمل بالفصل الأول من سفر الخروج. بأي إطار انكتب هيدا النص؟ المهم جدا انه بيتركنا سفر التكوين انه يوسف دعا بيه ودعوا اخوته وقعدوا على جنب، ما قعدوا مع المصريين، قعدوا بيسموه بارض جسان بالدلتا. هم كان في مراعي وهن كانوا عندهم خراف مثل كل تقريبا هاللي كانوا بهالمنطقه هون، انه رعيان كانوا يروحوا لهالمنطقه هون كده. ولكن مع سفر الخروج تغير كل شيء، ورح نشوف هلا تغير كل شيء. لا بقى في يعقوب، خصوصا ما بقى في يوسف، وساعتها شو صار؟ صاروا العبرانيين عبيد بيد مصر، وهذا اللي نبهن منه ربنا. من هيك عنوان حلقتنا شو كان اسمه؟ عنوان حلقتنا لا دائما الروحة إلى مصر هي هجرة الشعب إلى مصر أو الابتعاد عن أرض الموعد. إذا هجرة الشعب، لكن رح شوف هلا كيفية. أنتوا كنتوا أحرار، صرتوا عبيد، كنتوا عم تعبدوا الإله الواحد، شو رح تصفوا بعدين؟ من هيك رح نقرأ هلا بهالإطار هيدا، رح نشوف إنه إلى أي مستوى من الذل من الانحدار صار العبرانيين، يعني الناس اللي يعقوب، ولكن مش حيضلوا هونيك. نحن مش حنقرا كل سفر الخروج مؤكد، مش حيضلوا هونيك، رح ربنا ياخذهم بقيادة الى ارض الموعد. طيب مونسيور، بس لحتى استوضح منك نقطة، ذكرنا سابقا بالحلقات قبل انه سفر التكوين
أول شيء أنه الكتاب المقدس منه كتاب تاريخ، وأنه سفر التكوين هو انكتب بالأخير ولكن انوضع بالبداية. فوين بيجي موقعه بالنسبة لسفر الخروج؟ هل هون سفر الخروج عم بيعطينا أشياء تاريخية أكثر وانكتب قبل ولا بعد؟ يعني كيف موقعه بالكتابة؟ أول شيء ما تقولي كلمة تاريخية، هاي مننهيها، منه كتاب تاريخ ولا أبدا. أي سفر من الأسفار كتاب تاريخ. هلا شو أساس انطلاقة الشعب العبراني الخروج؟ يعني هو هيدا أول كتاب؟ الأساس كشعب عبراني مؤسس ومرتب الخروج. شو عملوا هلا؟ رجعوا ساعتها لورا وحكوا عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب كمقدمة لسفر الخروج. هلا أول شيء، وهيدا حكينا على الفصل 1-11 اللي هو لاهوت مش بس من أجل سفر التكوين وسفر الخروج، لكن من أجل الكتاب المقدس كله سوا، لأنه أول كلمة أول عبارة هي فعل إيمان: في البدء خلق الله السماوات والأرض. وعطنا صورة عن العيلة الأولى وصورة عن الخطية، وبتوصل الخطية بتوصل بالطوفان، ولكن ساعتها إذا ربنا بيتركنا بالخطية نفنى. مقابل الطوفان شو كان فيه؟ كان فيه مسيرة الإيمان مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذا بس هودي إجوا كمقدمة كبيرة، أول شيء 1-11 مقدمة إلى كل الكتاب المقدس، من 12-50 مقدمة إلى سفر الخروج. هلأ ساعتها بنعرف أنه هذا نسل يعقوب، رح نقرينا هلأ، هذا نسل يعقوب تكاثر في مصر. شو كانت النتيجة؟ رح نشوفها هلأ، بس نقرأ الفصل الأول من سفر الخروج. إذا بتريدوا نفتح كلنا سوا سفر خروج الفصل الأول وتشوفوا من أول دقيقة اضطهاد. العنوان اضطهاد بني إسرائيل في بني مصر. إسرائيل في مصر. فإذا بتشوفوا على الحيرة في عداوة إذا بدنا، والاضطهاد يعني لازم نحن نعذبهم نفنيهم، نلاقي أي طريقة بكل الطرق. بيقول: هذه أسماء بني إسرائيل الذين دخلوا مصر مع يعقوب، كل واحد مع أهل بيته. وبيعطينا هون أسماء، يعطينا أسماء هو أسماء أولاد ولا يعقوب، يعني هودي اللي كنا شفناه هون أولاد يعقوب: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير. هول كلهم أبناء ولا يعقوب بس 12 بدي أقوله 12 شد الدم على رقم 12 لهي، مش بس الكمال، لأنه عادة بيكون في المعبد هن بيقولوا هول لأنه يمثلون أصباط إسرائيل 12 دائما مش بس هن حبيبتي. أولاد إسماعيل كانوا 12، أولاد عيسو كانوا 12، بأتينا كانوا 12، على أساس أنه السنة 12 شهر، وكل قبيلة بتأمن خدمة المذبح شهر بالسنة، حتى اسمه بالشيء بالعالم العربي. مثلا قبيلة قريش كانت تأمن دائما شهر رمضان. إذا قبائل كمان حوالى مكة كان كل قبيلة تأمن شهر، من هيك دائما بقولوا 12 على بالنا أنه كل واحدة بتأمن خدمة المعبد شهر واحد. إذا وقام ملك جديد على مصر وكان لا يعرف يوسف. إذا بتشوفي هون هالقطيعة، صحيح عاشوا فترة حلوة لأن يوسف كان الرجل الثاني في مصر، بس هلأ فقال لشعبه: انظروا كيف صاروا بنو إسرائيل أكثر وأعظم منا. بصير أنه هولي كم قبيلة أعظم من مصر، هي أكبر دولة تقريبا بالعالم القديم. لا بس بتشوفي هوني النية العاطلة عن يكبر الخطر حتى شوف شو بدن يعملوا: تعالوا نحكم القبض عليهم لئلا يكثروا، فإذا وقعت حرب ينضمون إلى خصومنا ويحاربوننا ويسيطرون على أرضنا. تخيلوا أنه
12 قبيلة بتسيطر على أرض مصر اللي هي اليوم هي مليون متر مربع، وقتها كانت أكبر كمان. فإذا بتشوفي هون هالروح العداوة اللي هي بالنسبة لهالقبائل هيدي. فأوكلوا أمرهم إلى المسخرين يرهقونهم بالأثقال، شغلوهم أشغال شقة. فبنوا لفرعون، دي بدي شدد أنا هون على كلمة فرعون، ننتبه هذا الكتاب مثل ما قلنا كتاب لاهوتي، كتاب لاهوتي. إذا فتحنا الوثائق المصرية ما في ولا وثيقة تذكر اسم فرعون، على أنه كان حاكم بمصر. اسم فرعون أوكي. اسم ما في ولا وثيقة تحكي تذكر اسم فرعون. لازم نعرفها، ما نخلطهم بعضهم كلنا سوا، نخلط بعض كلنا سوا. الكتاب المقدس سميه فرعون، يعني هو صاحب البيت الكبير. مثل ما الله صاحب الكون، فرعون صاحب البيت الكبير. ومن هاي كل سفر الخروج خاصة الفصل 1-12 أكثر شيء هو صراع بين فرعون والله، رب الكون وصاحب البيت الكبير. إذا فرعون مش اسم علم، مش اسم علم. حتى ملوك مصر ما كان يسموا حالا فرعون. نحن بنعرف النصوص كلها سوا المصرية موجودة بالتواريخ كذا، بقلكم مثلا شيشاك، سيتي، رعمسيس، اللي بدكم اياه، أموسيس، لكن ولا مرة بقول فرعون. هذا هالاسم هذا منوش اسم تاريخي، هو اسم لاهوتي حتى يحطوا انه مقابل الله الكلي القدرة في فرعون الكلي القدرة. ولو ان بدنا نقرا الضربات العشر بنشوف هالصراع، هالصراع بين الله وبين فرعون، بين فرعون فعشر ضربات. فبالاخر قبل انه يتركهم، وحتى بعد بده يلحقهم. اذا هون خلينا نكون واقعيه منيح، لانه كثير عم بسمع اشياء وبتجينا ها. انا برجع بشدد بكل النصوص المصرية اللي هي مثل الدنيا معروفة، ما في ولا مرة اسم فرعون. اسم فرعون بس موجود بالكتاب المقدس، على أنه مش اسم أحد الملوك، لكن هو يدل على صاحب البيت الكبير مقابل الله صاحب العالم الكبير. خلي يكون واقع كله سوا، نحن مش عم نعمل تاريخ. كل اللي عم بيقروا تاريخ بيحكوا تاريخ لأنه عاشوا بالقرن 19 بأوروبا، بأوروبا صار بدأ لقوا التاريخ بالكتاب المقدس، ما لقوا. وصار بدأ يقولوا مثلا كيف الكون بست أيام وربنا كذا، هذا كله لاهوت. نحن مش عم نعمل بالكتاب المقدس لا تاريخ ولا جغرافيا، ننهي الخبرية كلها سوا. نعم. الخبرية كلها سوا هيدي. إذا إن شاء الله تكون صارت واضحة هالفكرة. إن شاء الله. هي فكرة جديدة علينا من هيك مونسنيور، يعني ما عم نقدر نتقبلها بسهولة. انه تعودنا نشوف بالكتاب المقدس كتاب تاريخ، تاريخ الكون، تاريخ البشريه، فبتجي هيك فرد مره بتقلنا انه منه كتاب تاريخ، بده وقت لحتى نقدر نستوعب. هلا اذا بدنا نسمي التاريخ هو التاريخ الالهي، فينا نسمي التاريخ اذا بدي، بس التاريخ كان يسموه كيف كتاب يسموه ل ليكريتور سانت او ليستوار سانت، هو التاريخ المقدس، يعني تاريخ الله، حياه الانسان، تاريخ الله. يعني الله بيقول لنا أنا خلقتكم، أنا خلقت الإنسان على صورتي ومثالي، أنا طلبت أنه الرجال والمرأة يكونوا واحد ما يكونوا ثلاثة أربعة، أنا عم بطلب منكم هالشيء هذا، أنا عم بقول لكم إذا كنت الخطية بتفنوا بعضكم. إذا هذا هو تاريخ إذا بدك، بس تاريخ الإنسان تحت نظر الله. لو نحن عاطل شو التاريخ نحن بالنسبة لنا؟ هي الحروب. بس بنحكي اسكندر المقدوني، أو بنحكي الأشورية، شو هودي؟ هودي ناس جيوش اجوا دمروا وحرقوا وخربوا وراحوا، هذا التاريخ بيسموه. لا، لأنه ربنا هو يبني البشرية. ونحن إذا وصلنا للعهد الجديد مع أفسس الفصل العاشر واحد فصل الأول أي عشرة، بيقول كل هدف ربنا أن يجمع البشرية كلها في واحد بواسطة يسوع المسيح. هذا مشروع الله. نحن شو عنا نعمل؟ نحن ضده.
لم نعمل حرب، لم نعمل قتل، لم نعمل دمار، كأننا عم نأخر مشروع الله. فأزت هذا تاريخ إذا بدنا، بس تاريخ الله مش تاريخ البشر، مش تاريخ الحروب، مش تاريخ الظلم. ولو عم نحكي عن الأنبياء بيحكي لكم مثلا بيجي عموس بيقول له مش عيب عليك يا دمشق، مش عيب عليك يا صور، مش عيب عليك يا 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 عمون، هيك تعملوا تبيعوا الناس او مثلا تبقروا بطون الحباله ما راح حمل تقتلوا للولد حتى ما يصير في عندنا اولاد. هو ربنا كان ضدهم كلهم سوا، مش بس بكل البلدان، بكل البلدان، حتى لمن اجوا الاشوريه او اجوا البابليه، اجوا البابليه بس بيقول لهم ربنا مينك انت؟ انت منشار، بس المنشار في ايد مسكته، انت منجل بس في ايد مسكته. اذا هون بدنا نشوف دائما هو تاريخ الله مش تاريخ البشري. نعم. يعني اذا رحتوا تكثر حبيبتي، اذا رحتوا على الوثائق، كل وثائق مصر لا بتلاقوا لا اسم يوسف ولا اسم يعقوب ولا اسم موسى، ما بتلاقوا ولا اسم من هالاسماء ابدا. هلا مونسيور حضرتك ذكرت انه ما في يكون كتاب تاريخ، لانه التاريخ يعني بدنا نحكي عن الحروب، بس ما كمان الكتاب المقدس مليان بقصص الحروب والقتل والدمار والاجرام وكل هذه الامور. بس ليش؟ بس ربنا بيرضى راضي عنه في ربنا؟ لا، الحروب موجوده. فاذا كيف التاريخ نحن ربنا عم بيضوي على حياه الانسان. مثلا اول ما صار في شيء اجا قايين قتل خيو، اذا بدك اول حرب اذا بدك بس ضوى ربنا قال له هالدم اللي شربته الارض صارت الارض ملعونه كله حق عليك انت. هيدا حتى يدين القتل يعني دائما يكون ايمان وغيره بفرق. مثلا اليوم وقت حكينا عن طوفان، نحن قال لك طوفان هي المي اذا بدنا، بس الطوفان اليوم نحن القرن الحادي والعشرين اذا بدنا بهالقنابل الذرية والهيدروجينية نقدر نحن نصير العالم إلى مشي. كانوا عم بيقلنا اليوم انتبهوا إذا بتريدوا، لأنه أنتوا فيكم مثل ما طوفان اللي هو رمز مؤكد بيصير حقيقة إذا أنتوا ما انتبهتوا وكراحين. مسنيور، لانه يعني كون الحلقه الاخيره اللي رح نكون عم نتامل بسفر التكوين، توضح بعد نقطه كمان بالكتاب المقدس اللي منه كتاب تاريخ ويلي الله عم بدين فيه القتل، بتورد دائما العباره او الصوره انه الله عم بينصر شعبه على اعدائهم. طيب كيف هون انه الله، كيف بدنا نقدر نفهم الله عم بيتدخل مع شعب ضد شعب ثاني لحتى ينصر شعب ثاني وعم بيساعده بالقتل والحرب؟ كيف الله ينصر على شعبه؟ هلا ما رح اقعد اعدلك، ما بعرف لا ما في ما في بلا بنقريهم بال ما في اللي بيقولوا شو بيقولوا هن. اذا انتصروا يعني ربنا نصروا، واذا انكسروا ربنا كسروا. الجثا في بس اذا اخذنا سفر القضاة بيقول اجوا بني مديان وهجموا عليهم وسرقوا لهم الحمير والبقر وكذا. نعم. بيقول ربنا عم بيقصصهم لانهم تركوه. هلا ثاني شيء اشعمل حرك جدعون، قالوا يا جدعون خلص شعبك مثل ما جان دارك بفرنسا. فهمتي كيف؟ نعم. ايه هلا طبعا حسب انه هو انتصر نسب هيدا الشيء لله. ايه. وكيف عمل مثلا؟ بعطيك شغله صغيره، شوف الربط على الحيره. مثلا هن عم بيحاربوا، ما فيش حرب، شو هي اذا حرب؟ لا في مشي، لا في 100 شخص و100 شخص. قال ربنا نزل البرد وما نزلوا الا على الاعداء. بين رمزيه حتى يقول لهم اذا انتم انتصرتوا، مش انتم انتصرتوا، ما تفكروا ولا مره انكم انتصرتوا انتم. انه حتى ما تعرفوا انه يعني انتصاركم مش لازم يحطم الاعداء، انتصاركم تبعد الخطر عن الناس. ويمكن هيك بدنا نقرا كمان ضربات 10 الله العشر على فرعون. هلا ان شاء الله اذا صار عنا وقت بعد نتطرق لهم شوي. هي شيء ضربات شيء، هن مش ضربه، هي حسب الشرح. مصر امبارح نحن جينا من شوي بالشرق، هل الغبره هيدي اللي بتيجي على مصر؟ أبيش يشعر شيء.
شو قال لموسى؟ قال لهم هيدي من راب بالكذا سنوات تصير مثلا يمكن شيء ثلج بالكذا سنوات. هو جماعه كله سوا حد بعضه حتى يبين هالحرب بين الفرعون صاحب البيت الكبير وبين الله ومين بده يبرم. من هيك مثلا في وقت من الاوقات بيقولوا شو اسمه السحره هذه اصبع الله. في وقت من الاوقات وقفوا السحره هذه اصبع الله. اكتشفوا انه الله هو سيد الطبيعه. شفتي كيف؟ هلا شو كان قوه موسى؟ انه فهمن انه الله سيد الطبيعه حتى يركعكم وتفهموا مش فرعون هو الاساس ومش النيل هو اله. هذا دائما بدنا بنقرا هالنصوص هيدي فيها نقريها بطريقه مثلا انه لك ربنا كذا بيعمل، بس لازم ننتبه انه دائما شو في وراها المعنى الروحي. المعنى الروحي بالماضي احنا بنعرف كلنا سوا حتى بالحضاره اليونانيه كان في اله البحر، الشمس هي اله، القمر سين هو اله سيناء. اذا كان يؤله الطبيعه كلها سوا. قال لموسى لا 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 ابدا، هودي كلها سوا هيدي قدره ربنا. قدره ربنا حتى تفهم الفرعون، تفهموا الفرعون اكس من ما كان يكون مثل اليوم شخص ابضاي او دوله ابضاي هي فرعون او شيء حاكم يعني هي مش بس لا مش حاكم بس هي قوه غشماء اذا بدنا. فهمتي كيف؟ ايه كل هالقوه هول الموجوده بالعالم انه نحن بدنا نعمل هيك. قال له انا عملت هالشيء لانه هيك بدي. لا نعم نرجع على النص. على النص اذا بلشوا اول شيء شغلوا اشغال شقه فصل اي 11 يرهقونهم بالاثقال فبنوا لفرعون مدينتي الى اخره ولكنهم كلما كانوا ارهقوهم يتكاثرون وينتشرون حتى تخوف المصريون منهم. ننتبه كل مره تخيل المصريين خايفين من العبرانيين وايش بشكل العبرانيين ماشي. ليش الخوف؟ لانه المصريين ضعاف معناتها الله بيكون دائما مع الضعيف. هاي صرنا نعرفها دائما. اذا المصريين خايفين منهم شو عملوا؟ فنغصوا حياتهم باشغال شاقه بالطين واللبن وسائر الاشغال في الحقول وكانوا في هذا كله يستخدمونهم من دون رحمه. نحن بنشوف هون على الحرك من دون رحمة. إذا هاي الكلمة الأساسية رح نشوف إنه إطار مصر ممنوع الرحمة. رح نشوف إنه الله هو الرحوم. فإذا هم نشوف رجعنا بين فرعون وجيشه وبين الله. هون ما في رحمة، هون في رحمة. وهيدي كتير مهمة خاصة بالعالم القديم. لما اللي مثلا يبقى فيه مثلا كيف عمروا بعلبة. جابوا العبيد ظهر العبيد ما هيك ايه استغلوا جابوا العواميد هل 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 العواميد البركانيه السوداء جابوها من مصر. كيف جابوها؟ جابوها بالنيل بالبحر حد اللاذقيه بسوريا. قالوا فيش طلعوا على الجبل ها وصاروا يجروها على الجزوع الاشجار. حطوا مثلا 10 جزوع اشجار ويمرقوا العواميد ويشيلوا هنا ويحطوها ووصلوهم على بحلبة. هلا شو مات؟ من ما مات يموت. إذا أخذنا مثلا من كان في تجارة العبيد أعطيني بدي 15,000 واحد حطهم بل 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 بالسفينة بيموت بيموت يكبوا البحر. إذا هذا العالم هالعالم الغشيم مش إنه مش فهمانك الغشيم الظالم ما في رحمة أبدا ما في رحمة أبدا. وقال ملك مصر لشفرة وفوعة
اللتين كانتا تولدان نساء العبرانيين. هون من اجمل المواضح في مجلة اسمها رسالة الكلمة من مصر، ودت لهم هالمقالة هاي. شو هالعظمة؟ بيعطينا اثنين قابلات، قابلة بالماضي كان يسموها الدية، كانت تولد، ما كان في بالماضي اطباء، كانت تولد الدية هي. نعم. اذا هودي اثنين، ودائما اثنين لانه حتى الشهادة تكون مضبوطة، وهن بيمثلوا البقية كلها سوا. رح منشوف انه هاتنين الدايشين قوية كتير مهم، يعني الرجال خايفين وهن مثل انت يا ست ماري تيريز، هودي راح يوقفوا بوجه فرعون. هاي العظمة. راح منشوف كيف راح يوقفوا بوجه فرعون، يعني بي ما خافوا من 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 من, من فرعون، خافوا من الله. من هيك ما سمعوا كلمة فرعون. رح نشوف، رح نقريها، عملنا هلا نحن. نعم. رح نقريها اكيد، وبدنا نشوف كيف هول الاثنين النسوان ما خافوا من فرعون، لانه بدهم يخافوا من الله، انه يزعلوا الله اكيد، مش انه الله بخوف. ولكن مونسيور بعد الاستراحه، فاذا مشاهدينا استراحه ومنتابع تاملنا بسفر الخروج الفصل الاول. رجعنا لكم مشاهدينا لنتابع تأملنا بسفر الخروج الفصل الأول. عنوان حلقة اليوم هي هجرة الشعب إلى مصر أو الابتعاد عن أرض الموعد. ووصلنا للآية 16. مونسيور كنا شفنا كيف ملك مصر طلب من القابلتين يلي عم بتولد النساء العبرانيات إنه يتصرفوا يعملوا شي، بس ما قدرنا بعد شو مطلوب منهم يعملوا. رح نشوف هلا شو طلب منهم. عافيك، خلي هيك سسبنس. اللي بدي اقوله هون كثير مهمه، مش بس هو، رح نشوف بعدين انه بالنسبه لموسى ما في ولا رجال، في امه، اخته، اخت فرعون، واللي معه. بتشوفوا هون هون قراءه الكتاب المقدس كيف ربنا بيشتغل بعناصر مبدئيا ضعيفة. المرأة ما بتحمل سلاح بوقتها، تبتكي المرأة ما بتحمل سلاح. هلا هون راح نشوف اول شيء شفرة، يعني الجميلة، فازن الكلمة له معنى شفرة، وفوعة اللي بتطلع ريحة طيبة. عطر، فازن رجال اسمين هن مميزين. هلا هون تولدان نساء، شو بيقلن فرعون؟ بيقول لهم انتوا عم تولدوها، اذا بنت اتركوها، اذا ولد اخنقوا واقتلوه. طب ما يروح على الحرب بعدين بيكتروا بصير يحارب، اقتلوه. طب قلتوا اساس الرجال النسوان ما كانوا يعصبوهم وقت بدي النسوان، كانوا يروحوا يغزوا يجيبوا ما بدها النسوان. الرجال هو اهم شيء، اذا ما تخلوا ولا شاب ولا رجال يعيش. هون بتشوفوا قديش مهم، رح نشوفه هلا اليوم بكل هذا. كنا عم نمسك في فيلم هالقدار بالمكسيك، المكسيك 90 او 95% كاثوليك، صار الحكم فيها ماسوني، صار يقتلوا الكهنه، يقتلوا الكهنه، وصاروا هن الكاثوليك يقتلوا الكهنه اللي معمدينهم، لأمير او الارباني او كذا، يقتلوا رهبات. او بنشوف ساعتها اللي متذكر بيبي شو اسمه مع روميرو اللي هي بالهندوراس، كان بيقول لهم للعسكر ما تسمعوا من قواتكم اذا قالوا لكم روحوا قتلوا هالفقراء وكحتوا من ارضهم. العسكري او الدركي او كذا، ولو كان الشغله ضد ضميره بيجي بيعملها حتى يرضي قائده، مش يرضي ضميره، يرضي الله. رح نحكي عن ضمير مرتجي على كل حال، بس بتشوفي هوني كتير مهمة هيدي. ليش عم بقري انا شدد عليا؟ انه اليوم مش بس يقول لي رئيس عمال بعمل، لا، اذا قال لي روح قتل الناس، بروح قتل الناس، ما بروح قتل الناس ابدا، ولا بكون ساعتها انا مشي، انا ريموت كنترول، انا ريموت كنترول بمشي، او اذا بدي زلبت غنم روح اعملوا هيك اعملوا هيك. وهيدي قوة الكتاب المقدس، لما لازم الشخص
يقف بوجه الظالم من مكان يكون ولو كان قائده. ولو ممكن هالظلم يرتد عليه؟ ولو ارتد عليه بعد شيء 100 مره. انا يعني بفضل 100 مره يكون مظلوم احسن ما يكون ظالم. انا بفضل 100 مره اني موت مش اني اقتل 15 واحد واقوصهم. وعلى كل حال احنا بلبنان صار عندنا ابشع من هيك الحمد لله. نحن صار عندنا هول امين حالهم مسيحي وكذا هيك تصرفوا، وهذا علام انه نحن مسيحيتنا اشري برانيكي. وهذا كل مؤمن من ما كان يكون، ان كان مسلم درزي مسيحي روماروني اللي بدك اياه قولي سميه بدك اياه، لما بيجي مثلا بيقولوا له روح اقتل ناس ابرياء. تعي مرة انت قابلة قانونية او حكيم لما بتشوف انه هذا شاب خنقه وارتاح منه على حالك بارضه. هل احنا بنعمل؟ واذا رئيسنا قال هيك واذا قائدنا قال هيك. وهون راح نشوف الحلو العظمي هلا بنشوف، لانه شو زيته؟ اذا رجعنا على اعمال الرسل بيقول لهم بطرس من مين بنسمع؟ من الله يا من الناس؟ وهون هل هاتنين هالحلوة شفرة وهل طيب الريحة الطيب العطر الطيب فوعة، إذا إن كان ذكرا فاقتلاه وإن كانت أنثى فأبقيا عليها. وكانت القابلتان تخافان الله. دائما نحن نعرف دائما مسؤول نحن بنخاف، لا، الخوف هي حقيقة الرهبة أمام الله. الخوف يعني بحط وصايا الله، هاي الخوف، بحط وصايا الله قبل كل الوصايا، بحط صوت الله قبل كل صوت، بحط رضا الله قبل كل رضا. هاي المخافة الله. احنا اليوم مسمارات عديدة مثلا بيقولوا خاف، لا، هاي بيسموها الرهبة، يعني انا بحضور الله، انا انسان وربنا الاله، انا القاطي وربنا القدوس. بس هون كتير مهمة هن تخافان الله، يعني حطوا قدامهم وصايا الله، لا تقتل بكفي. وهذا الخوف انت قلتيها كثير منيحه الساعه، مش انه ايش بدنا نخاف بالقلب، نحن ما بنخاف من لانه الله بينا، ليش بدنا نخاف منه؟ بس بنخاف نزعله. ما انا بيكم وانا علمتكم قلت لكم انتم كل واحد على وجهه في صوره الله في شبه الله، كيف انتم بتقولوا شخصيته؟ يعني عم تمحوا شخصيتي انا؟ هيدي كتير مهمة. مرة كنت عم بقولها بإحدى الاجتماع كتير مهمة. أنا اللي ملي بحتقر أي إنسان شو ما كان يكون، من هون أو مباراة هون، خادم كبير، عسكري كبير، شو ما كان، موظف، شو ما كان يكون، لما بحتقر شخص يعني عم بحتقر الله، لما بكرم شخص عم كرم الله. هذا الإيمان هون، وإلا بقي كله كذب بكذب. نعم. كل هالقضايا مثلا مين هو هيدا؟ اللي بتقوله مين هيدا؟ شو انت عملتها؟ يعني انت عم تحتقر صورة الله. شخص معاق الاي صورة الله، مريض الاي صورة الله، كل هالاشياء هيدا. نحن مثلا انه هيدي ست حلوة فاذا هي كويسة، هي مش عم علي صورة الله، لا، من قال لكم هالشيء هيدا؟ طيب مثل بسيط جدا واشياء عديدة، هيدا قبضاي كذا، لا، كلهم سوا على صورة الله. يعني لما منخاف من الله يعني منخاف انه نشوه صورة الله بتصرفاتنا بحياتنا. كثير حلوة الكلمة هاي، نشوه صورة الله. يعني مثلا إذا أنا مثلا كاهن إجي أتصرف بشيء، إيش بيقولوا الناس؟ بيقولوا شو هالكاهن هذا؟ هذا عامل حاله إنه بده يحمل جسد الرب، شو قيمته هذا؟ معناتها وراح نحكي عنا مرة جاية، بيقول لنا مار بولس إن اسم الله يجدف عليه بسببكم. صرت عن سب علي هذه حافظتها كثير حافظ اسم الله عليك. إذا يجدف عليه بسببكم. هون العظمة هون وحبيت شدد عليها كثير. أنا ما بطيع رؤسائي دائما، ما بطيع رؤسائي دائما أبدا، لأنه الطاعة لله قبل الطاعة للبشر. هلا في خطر، لانه في واحد مثلا بالمكسيك كنت عم خبرها مره لناس، جاء بيقوص كده الخور اللي عمدني، كيف انا بدي اوصه؟ لانه ما اوصه،
قلت لك يعني ما له يرتد علينا هذا الشيء. بس هذا نيّله. هذا نيّله. هذا نيّله 100 مرة. هلا اللي حضرونا جمعة الماضي يمكن يلاقوا في بعض التناقض، ما بعرف مونسيور، لأنه حكينا عن كمان الطاعة بالكهنة، وإنه إذا الرئيس العام مثلا عطى أمر للكاهن، الكاهن إجباري تيّع لو هالأمر ما كان لصالحه، أو يعني إنه هو بالأمر هو يعني عم بطيع الله بيكون. هلا هون عم نقول إنه مش دايما فينا نطيع، يعني بيسوى إنه إذا ما كان هالشي فيه خير أو شيء يعني. لا لا لا، نحن عم نحكي شيء مهم جدا، أشي تعطي الرئيس إذا قالوا روح على الدار، مش قاعد يا بنتي. بس مثلا بيقول لي مثلا هودي 10 أشخاص مش عاجبيني قوصوا، هذا بسموه انه اشياء نتفه صغيره، انطاعوا مطايص خلوا رئيسه اذا بدي. يعني هيدي معك حق فيك تروحي بالعمق، بس نحن عم نحكي اشياء ضروريه جدا. يعني مثلا انتم يا حضره القبيلات او اذا بدك حكيم، فهمت كيف؟ اقتل اشخاص ما فين دافعوا عن نفسهم ابدا، بس يخلق إلا صبي خلقوا الا مات. يعني شغله مهمه كثير هيدي، مستوى مثلا على مستوى الطاعه بالدائر، اذا المرأة اذا بدنا بالاخر الشخص بيقول لها بخطرك انا اللي بروح على بيتي، يعني ما حدا ايه ما بتشكل خطر ايه. يعني ما فيها خطر، خطر هون في خطر القتل، او مثلا لما مثلا بيقول له هيك بدك تشهد لهونيك واحد حتى نحكم عليه بالموت، شهاده بالزور يعني. راح يكون عندنا مثلا حديث مؤكد بالحلقه الجايه، حلقات الجايه عن نابوت الاسرائيلي، راح يجيبوا شهود زور ويشهدوا على الزلمه يرجموه. اذا ليش؟ لانه الملكه قالت لهم اشهدوا زور، انا عم بامركم تشهدوا زور. وهودي كثير مهمين، خاصه اليوم ايش ما قالوا يقولوا اليوم، انا ما بطيع رئيسي شو ما طلب مني. بعدين في اشياء مثل هون ماشي، في اشياء معروفه ماشي، انا مش انه بجي لانه هودي اخوارنا ونحن ضد الكهنه مثلا، عم بحكي عن المكسيك، فهمت كيف؟ هو ضد الكهنة، فإذا نحن بنقوصهم كله سوا، شفتي كيف؟ نعم ايه؟ من تابع إذا هون كانت القبيلتان تخافان الله، تخافان الله بالآية 17 كانت تخافان الله، بس مش حكي، فما فعلتا كما أمرهما ملك مصر، رفضت الطاعة. عظمة، مش انه يبا حكي بحكي، لا حكي وفعل. فعل. هل كان ممكن بكل بساطة انه ملك مصر يقتلهم لانه خلافوا له اوامره؟ يمكن قتلهم، انا مش عارف ان احنا ما هو بيعطيش، بس بيعطيك انه وين الشجاعة. بل ابقتا على الذكور، ابقتا على الذكور. فاستدعى ملك مصر القابلتان وقال لهما لماذا فعلتما هذا فأبقيتما على الذكور. تخيلوا مثلا الفرعون اللي هو كان يفزع الدنيا كلها سوا، تعرفوا لما كان بده يجي لعنده بدهم يبوسوا الارض 7 مرات قبل ما يصلوا لعنده. وتخيلوا 2 قابلتان يقفوا بوشه، مأكد حياتهم مهدده. ولو انه اذا بدنا نحكي قضايا عادة بيقتلهم، بتحملهم، بيجيب غيرهم، هيك شو عم بصير؟ هو نحن مش عاجب لنا هودي، نحن حتى بحياتنا اليومية وحتى بحياتنا بالكنيسة مش عاجبني هالشخص، بقيمه بحط واحد غيره حتى يطيعني. هذا من المؤسف، صار ساعتها الخطأ مش بس من الصغير، خطأ من الكبير. بدنا نعرف شو صار مع القبيلتين مونسيور. فقالتا لفرعون فعلنا هذا، لقيوا الطريق. شوفي هون لستم انتم المتكلمين، لكن روح ابيكم هو المتكلم فيكم. شو خلصوا حالهم؟ لان نساء العبرانيين غير نساء المصريين، فهن قويات يلبن قبل ان تدخل عليهن القابله. ما تفكري انا فايق، نحن من زمان كثير المراه تكون بالحق تولد، مش هيوصي حدا ولد وحده بدون قابله. انا في علي هالاشياء كثير كانوا هيك، وهون بس ما حب
نحن بعد بعض ما نشوف شو صار بعدين. هيدا مش قضية شو صار. هودي بنصف كأنه خبرية. بينما هان هن قالوا لا. وانتهى دورهم. العظمة. وانتهى دورهم. وهو العظمة. قال لا. هلأ شو بصير بعدين؟ صار شيء تاني. بس الحلو نحن مصنع ايش صار. قتلتكم مثل هذا الشاب. ما قتلش الكاهن قتلوه. بكل بساطة. اذا مأكد بيصير في اشياء من هالنوع. او انه بيزيحوا. مثل شخص انا صار ضابط. بدل ما يرقوا. نحن بنعرف كل سوا خبر مر عبده بس. مر عبده بيقول له شو اسمه ملك امبراطور ايران. بيقول له اذا بتريد اذا انت بتترك مسيحيتك بعملك قائد الجيش. وترك مسيحيته وعمل قائد الجيش. شغل مين شغل مين شغل المرأة. قالت له مرته بتيجي على البيت ما بتلاقيني. ابدا. ساعتها انجبر يرجع على ايمانه ويترك قيادة الجيش. ساعتها شيخ ايران قد ما تضايق منه كثير قطعوا من هيك بسموه مرياؤوب المقطع. مرياؤوب المقطع. هون بتشوفي انه لما اللي بتوقفي بوجه الشخص الابضاي اذا ما عملتش مثل بده هذا بس. واذا قطعوا شو بهم؟ ما انا من بايدين ربنا. اذا مت يعني اذا مت هلا او مت بعد 10 سنين ما هي زيتها. ما دام انا بايدين ربنا والانسان بيكون بهالقوه بيقف قدام دوله طويله عريضه هيدا علامه. ونحن على كل حال عم بتصير كل يوم اشياء ان كان بالسودان صار هيك الدور ان كان بايران وغير مطرح عم تقف مره عم بتصير مسيحيه تقف وجه الدوله كلها سوا. وهودي اللي بيعيشوا. هودي حبيبتي نحن لما نعيش نحن ناكل وبنشرب وبننام والبسينه بتاكل بتشرب وبتنام والدجاجه بتاكل. اليوم الاشخاص يعني بينوا اذا بدنا هن الاشخاص اللي بيعرفوا يقافوا ويقولوا نحن منا غنم تسوقوا فينا. انا عندي شخصيتي انا بدي حريتي. شفتي كيف؟ وهيدي كثير مهمه هالاشياء اللي هون عملتها هون. وخصوصا شوفي مثل ما قلنا لستم انتم المتكلمين. ساعتها لقوا الجواب اللازم. قبل ما نوصل لعندهم ولدوا نحن ما لحقناها وش بدنا نعمل نحن؟ لهم طريقه بس هن اعطانا الجواب الاول. شو هن؟ خافت الرب. هن خافوا الرب ورفضوا يقتلوا كذا. ساعتها رح ياخذ اجراء ثاني مثل ما قلنا قبيل الله اللي عم بيكتر الشعب لانه هو قال انموا واكثروا واملأوا الارض. اللي عم بهن فرعون لقى طريقة تانية هي بردون سيد بيقول وكثر بنو إسرائيل وعظم شأنهم وأحسن الله إلى القابلتين. ألا العفاكم لأنه ما قتلوا. ألا العفاكم. وبيقول هوني لأنهما رجع كانت تخافونه. شوفي رجع بلش بالاول تخافان الله لكن شو عمل؟ راح يلاقي طريقه. فامر فرعون جميع شعبه قال اطرحوا في النهر كل ذكر يولد لبني اسرائيل وابقوا على كل انثى. هذا بتشوفي انه هالصراع اذا بدنا بين الحياه وبين الموت. هذا فرعون اللي هو صاحب البيت الكبير ما بده يخلي شخص من هونيك يبقى عايش. ساعتها هون منشوف بالفصل الثاني راح منشوف انه امه لموسى حاضرة. بعدين اخت موسى. بعدين اخت الملك فرعون. بعدين قبيلتين. الحلو اللي بدي اقوله انا هون انه بالكتاب المقدس ولا مرة بيحب يبين قوة الإنسان. بالضعف ربنا هو اللي بينتصر. بالضعف أبدا. مش بالقوة مش أقوياء. بالضعف. يعني إذا منشوف مثلا
هناك ساعة جد عون. بقول له أنا مين؟ أنا صغير بالبيت وعشيرتي أصغر عشيرة أنا. قال له أنا أكون معك، أنا أكون معك. وهون رح نشوف مثلا لما ولد موسى لازم أمه تكبه بالنهر، لكن أمه ما كبته بالنهر. لقيته بنت الملك بنت فرعون وأخذ. ما كبته بالنهر بالقلب، خلته 3 أشهر عنده، يعني كانت مهددة بالموت. لكن داش تنشوف هون داش مهمة، كتير مهمة. نحن بدنا إذا بدنا نحن بدنا نوقف، ربنا مش هيوقف محلنا. هيدي أساس، نحن بدنا نوقف مش ربنا بيوقف محلنا. هي مثلا أمه لموسى كانت قالت أنا يا خيش بدي منه، يلا بيشلحوا. شفتي كيف؟ خلته 3 أشهر، بعدين شو عملت؟ رجعنا الروح القدس ألهم. علمه، حطته بسلة على شاطئ النهر، على شاطئ النهر. مين كان في حد منه؟ أخته. كمان أخته هي كمان كانت ناطرة تشوف شو بده يصير. وهون بنشوف ساعتها لما نحن بنشتغل وما بنخاف شو صار. أول شيء مين لمه؟ أخته لفرعون، اللي هي أول وحدة، لأنه قالت هذا ابن العبرانيين، عرفته منيح، بده يكون في نوعين من النسل. كانت قالت للخدم اشلحوا بالنهر، يعني هي مسؤولة تعمل. وتنشوف كيف شكل هون إذا بدنا نحكي كيف ربنا بيدبر الأمور، يعني اللي هو العدو الأول أو هي العدو الأول هي كانت المحامي الأول. بعدين أحلى من هيك شو قالت للبنت؟ بدك حدا يهتم بهالولد، يهتم فيه، يرضعه، يربيه. شو جابت له؟ أمه. تنشوف هون كثير مهمة. نحن كل مرة بنهبط ايدينا ما فيناش نعمل شيء، شو بدنا نعمل كذا. هيدي ابشع شغله بشغله مع الله. ما في ابشع من الشخص يقول خي انا ما في اعمل شيء وصلنا لها وكذا. ممنوع. بده يضل على طول يعني عم نشتغل، عم نقاوم، عم نناضل. هيدا المطلوب مؤكد. هلا مساله بس اكثر شيء بعرف بتشيلي مع بينوشي وهودي هالقضايا معروفة. كان في صراع النسوان يقافوا بوجهه، حتى طار رئيس جمهورية جوا واحدين نسيت شو اسمه بوقتها، بس المهم كان يودوا هالناس يروحوا ما يعرفوا شو من راحوا رجالهم. فإذا قديش مهمة هون نحن ممنوع، ممنوع هيك إنه نستسلم أو نضعف. هلا بس حكيت عن أوسكار روميرو المطران، جيب نص الوعظة وادي قتلوه، قتلوه على نص المسبح، على المسبح، على نص المسبح قتلوه، بس هو متراجع ابدا، متراجع ابدا. فاذا هون بنشوف ومؤسف صار في خوف، كان لازم يطوبوه قبل. بس لعبه السياسه شو بتعمل؟ حتى بالكنيسه بتلعب السياسه، كان لازم مؤخرا طوبوه سي لوماج. بس البشع شو في هون؟ نحن مش لازم نرضخ. اذا رضخنا، اذا نمنا، ربنا بيخلينا نايمين، وإذا نحن وقفنا ربنا بيسندنا. هيدي كتير مهمة بأي مناسبة. ما نرضى أبدا إنه يابا وطوا راسكم. وإذا بدنا بالشرق كله سوا شو صار؟ وطينا راسنا وأنا من المسيحية، وطينا راسنا. شفتي كيف؟ إذا وطينا راسنا بدنا نوطي راسنا، وطينا راسنا في دافع جزية، ندفع جزية شو بصير؟ ليش بدي يصير الحق انا هودي هونيك انا الى اخره؟ هذا توتات الراس شو بصير؟ مشي. وربنا بقلبه بيسحب. بقول هودي وين هن؟ وين ايمانهم؟ وين القوة عم نعطيهم اياها؟ وين انا بقول له، بقول له انا اكون معك. انا اكون معك بس احنا مش مع نفوسنا. شفت كيف؟ من هون بنشوف ساعتها انه كيف هون كلها نساء بنساء، اذا انتبهتي كلها نساء بنساء، وهن كانوا اساس خلاص الشعب.
كيف كانوا هن اساس الخلاص؟ ما كان اول شيء هود القبيلتين رفضوا يقتلوا الذكور. اوكي، صار في ذكور عند اليهود وبعدين؟ واحد، اثنين، ما موسى. ما موسى هو الاول المخلص. مين خلصوا؟ نساء النساء. وين ابي لموسى؟ ما بيقطعوا على ذكره. مع انه بيقول هوني زلمه تجوز رجل من ناس اللاوي بابنه احد اللاويين فحبلت وولدت ابنه. هيك عنه، رح نعرف اسمه بعد شوي، بس اليوم المهم جدا انه بالضعف ربنا فازن هوني وراح اعطيها مستوى الصليب. مين كان في حد الصليب؟ رجال يا ما نسوان؟ المريميات، مريمات. مين كان في اول شيء على القبر؟ نسوان. اذا شغلتين، اول شيء هو انه ربنا ولو كان الاشخاص ضعاف بيشتغل معهم. حتى الاضعاف بيشتغل معهم، لازم نوصل لنتيجه. ممنوع التراخي، ممنوع التراجع، ممنوع التنازل. ونحن بلش نحكي عن طريق هون الجبل الماروني لما طلعوا المماليك لفوق واحتلوا قلعتين اهدن وحدث الجبه وطشبوا الموارن ورجعوا بعدين بكل بساطه وعمروا الى اخره. مش انه يا با خلصنا رحنا، لا ما رحناش ابدا. فاذا هون كثير مهمه الوقوف، الثبات. هكذا بدنا نموت. ليش نموت مثلا مثل البسينات؟ الموت حقيقه وايدنا بايد ربنا. وهيدي مهمة جدا. كل مرة هالخنوع وهالتنازل وهالتراجع، هلا من ثاني جهة مأكد إذا كان كل واحد وحده نكون ضعف. نكون كلنا سوا مع بعضنا وعندنا هدف، مش هدف أنا، هدف الجماعة، هدف أبعد مني. أنا بروح، أنا بموت إذا بدك، بس شعبي بيعيش. وهي العظمة، هاي العظمة. ساعتها لمن أنا بدي أعيش والشعب يموت، لا، لمن أنا مستعد موت والشعب يعيش، هاو ساعتها هاو بتشوفي كله سوا. هودي القبيلتين كانوا مهددتين، كان ممكن بكل بساطة يأمر فرعون بقتلهم أو يحطهم بالحبس. عندك 100 شغلة وشغلة. بينما المهم بيرجع قالوا خافوا الله، ورجع تاني مرة خافوا الله، بس الله كفاهم. يعني بيقولوا لنا انه جعل منهم ربتاه منزل، يعني ايه اذا بدك، يعني بس نعرف انه هيك، انه ما قتلهم فرعون، يعني كملوا حياتهم. ايه يعتبروا كل اجر هو على هذه الارض اذا بدك. بس المهم الكلمة هون هي انه خافتا الله، يعني حطوا قدامهم كلمة الله، حطوا قدامهم ارادة الله، محبة الله. كيف بدنا نقتل هالولد صغير خلق هلا بيخنقوا هلا شو عم نخلق بسينا نحن؟ شفتي كيف؟ وهون ساعتها بنفهم كيف الكتاب المقدس هو تاريخ الله من خلال البشر. لانه الله اذا بدك ما بيعمل شيء مباشرة. نعم. طيب مسنيور، لانه كمان الوقت عم بيقرب على نهايته، بنعرف انه الشعب العبري ما بقى بمصر الى ما لا نهايه، رجع ب يعني فضل موسى اذا بدنا نقول، مساعده موسى، قدر ظهرهم، راحوا 40 سنه بالصحراء. ولكن قبل ومن بعد ضربات العشره لفرعون، بقلنا الكتاب، بخبرنا الكتاب انه كيف انشق البحر ومرق الشعب العبري كله بالبحر، وكيف رجع الله سكر البحر على الجنود المصريه اللي كانوا، على الجيش المصري اللي كان تابع الشعب العبري. كيف بدنا نقرا هيدا؟ لانه كثار منهم بيقولوا انه اف الله شو ظالم، انه معقوله شق البحر لما مرق العبرانيه ورجع سكر وطمن للمصريين. انت رحت على امريكا شيء تشوفي في فيلم الوصيه العشر؟ ايه ما انا حضرته. ايه بنشوف كيف بتفتح البحر. ايه ما هي الحلو، بتعرفي بيطلع من الميكان. الحلو ابن عمي راح شافها هي بالسين. هلا هو كفيلم، بس نحن عم نحكي كواقع على الارض. وين بحر. عن اي بحر عم يحكوا؟ ما فيش بحر هونيك حبيبي. ما في بحر تبع عن شو عم هو هونيك قلبي. نهر النيل؟ عن شو؟ ما فيش نهر النيل. هونيك كان في مطرح ما مرق اليوم شو بسموه قناة السويس.
كان في ماشي ماريكاج، كان في مستنقع، مستنقعات ماشي، وهن كانوا يعرفوا من عايشين هولي، كانوا هربوا يقرأوا ضلوا رايحين، بس هن حتى يبينوا العظم كلها سوا مستنقعات ما بتعرف. قربنا خلصنا من نقطتين ثلاثة مي، رأينا بالبحر كله سوا، هذا كله رمز، لأنه البحر رمز الشر، رمز الموت. لكن ماذا مرق قدامنا الله أبقاش رمز الموت، صار رمز الحياة. وللم الشعب الجيش المسلم اللي هن هنا هون كله سوا، اللي هو رمز الحياة للذين يريدون الحياة، ورمز الموت للذين يريدون الموت. هذا المعنى، كل اللاهوت هون كله سوا، فهمتي كيف؟ كلها رمز هيدي. أول شيء أول شيء نحن بنعرف البحر الأحمر كثير غميق، ما هلا موسعين كمان شو اسمه قناة السويس، عبر القناة الثانية عم تبرق فيها بواخر من الدشي. نعم. إذا مش غميقة كذا، بس وين العظمة؟ العظمة هون المعنى الأساسي، إنه عم بيقول أكبر شر الموت البحر انفتح، لأنه ربنا هو فتحه. إذا بدكم الحياة أنا بعطيكم الحياة، وبدكم الموت تاخذوا الموت. كثير مهمة هيدي نعرفها هالشيء هيدا. فإذا نحن شو بنحسب إنه وهيك ما هن اليهود بيلعبوا هالشغلة، إنه ربنا كان معنا هيك عملنا. خبريات كلها سوا، وخبريات ولاد صغار اللي بده يقولوا أول شيء شو كان فيه؟ أول شيء كل الخبر هو بيقول 600,000 مقاتل. إلا رمز. لأنه كل جيش مصر كان 20,000، بصير راحوا أكثر جيش مصر، بس كلها سوا هي رموز إنه مع إنكم كنتوا كتار وكنتوا قوية، ربنا خلصكم مش أنتوا خلصتوا. حلو كتير. نعم. فإذا نحن رح نضطر نوقف هلا مع استراحة، ولكن من بعد الاستراحة بناخذ السؤال يلي سأله رعد ومن مجله تحية. فإذا استراحة ونرجع لنتابع لقائنا مشاهدينا، خليكن معنا. وصلنا مشاهدينا للقسم الثالث والاخير من حلقتنا لليوم من برنامج الكلمه هالفتره يلي هي مخصصه لاتصالاتكم، فاذا بتحبوا تشاركونا بموضوعنا او تطرحوا اي موضوع على المسنيار بولس الفغالي فيكم تتصلوا فينا على 01-255-500، واذا كنتوا خارج لبنان 00961-1-255-500. قبل ما نبدا بتلقي الاتصالات مسنيار، في عندي رسالة من شخص بيتابع دائما البرنامج بيحكي لنا من الدنمارك اسمه رعد، وبعت رسالة كثير لطيفة، بنتشكرك عليها رعد، بنتشكرك على محبتك، وموجه لك سؤال بيقول انه الرب يسوع تكلم بالامثال، والامثال توضح ما المعروض، اي بتبسط الفكرة، ولكن الأمثلة في الكتاب المقدس ليست من السهولة فهمها، فهي فيها بعض الرمزية والتي تحتاج لمن يفسرها، فكيف كانت تفهم الأمثال تلك في ذاك الزمان؟ أليس من الصواب أن تكون الأمثال من البساطة حتى يفهم الجميع؟ الجواب بمتى فصل 13. نعم. الذين المثل يحمل دائما سر ولا يفهمه إلا الذي هو في الداخل، إلا يسوع أنتم أعطي لكم أن تفهموا، لأنكم من جوا، ناديمك من برا لم تفهم. نعم. إذن نحن بدنا نفهم المثل، والمثل إنجيلي بصورة خاصة، إذا دخلنا بروحانية يسوع المسيح نفهم المثل، إذا بدنا نفهمه من برا منضل برا. لازم كتير مهمة، المثل بيجبرنا مش عن نفهم اثنين واثنين أربعة، عن يجبرنا ندخل داخل السر. مثلا اللي بيعطينا مثلا بفصل 13 بمتى عن الزارع، كيف الحبة بتقع هان أو هان أو هان. إذا أنا منفتح على شيء بسأل نفسي أنا مي أي نوع من أرض أنا. هذا الهدف، مش نوقف عند المثل، ولكن نروح أدخل أبعد، وبدي أنا أدخل بسر يسوع المسيح، وهو ساعتها بفهمنا هالشيء هذا. نعم. كمان بدي ذكر المشاهدين انه اعاده لهيدي الحلقه فيهم يتابعوها بكره الاربعاء الساعه 4
عبر نور الشرق هالمحطة التابعة لتيلي لوميير. فيكن تكونوا عم بتتابعوها على لايف ستريمينج على ال www.nursat.tv أو نور الشرق.tv أو كمان على النايل سات 11096 أفقي و 27500. فهيك بتقدروا تكونوا كمان عم تتواصلوا معنا عبر هالمحطة عبر الفيسبوك نور الشرق وعبر التليفون. إذا بتحبوا تستوضحوا أي موضوع حول هيدي المحطة فيكم تحكونا على 012-255-123. فإذا رح أبدأ هلأ مع الاتصال الأول. سلام المسيح. سلام المسيح بقلبك أختي. بقلبك توني. سلام المسيح بقلبك مونسنيور بولس. أهلا وفيك. يعني يا ريت الكل مثلك معك حق ما في شيء بالقوة. يا ريت كل مثلك داعيين سلام ومحبه وفرح وحنان وعاطفه. خليلي ليك حبيبي ميرسي لطافتك. ويسوع طلب رحمه من الذبيحه بطلبها من السماء وان شاء الله بلاقيها على الارض. نتشرف اذا قداسه البابا فرانسيس الصخره بيشرفنا بزياره بحاجه نحن إلى نفتح له قلوبنا محبه وسلام وفرح. وشكرا لحنانه وعاطفه لاننا خرافه ونعاجه ومحتاجين لهالعاطفه. اهلا وسهلا فيك وربنا يباركك وميرسي لكلامك الحلو. نشكر اتصالك توني ومناخد اتصال جديد. سلام المسيح. راح الاتصال. طيب فاذا مشاهدينا نحن بعدنا فاتحين مجال لاتصالاتكم من هلا لحد ما تصير الساعه 11. عم نتلقى اتصالاتكم على 012-255-500. مناخد الاتصال. حاولت وسيم. الو الو. سلام المسيح. بحكي لايزر من شمال امريكا. مين معي؟ لايزر. نعم تفضل خينا. بدي هنا في ثلاث نقاط مع الاب بولس. حكى عن فرعون مش مذكور بالتاريخ وكمان ذكر ان موسى كمان مش ملكاش اسم موسى بالتاريخ. اذا ملكاش موسى ويوسف بالتاريخ كيف فرعون معناته موسى اسم حلم كمان هو بناقض حاله بحاله. خليه يراجع مليح معلومات الاب يوسف الاب بولس. اهلا وسهلا فيك. شكرا. اهلا وسهلا فيك. اول شيء موسى هو اسم مصري. موسى مثل رعمسيس. رع موسيس يعني خادم رع. فازن اذا هو من عائله ملوكيه رع موسيس خادم رع الاله. هلا شو عملوا هن بالكتاب المقدس؟ غيروا واعطوا معنى جديد. موسى هو المنتشل من الماء. هذا المعنى الروحي. هلا مثل ما قال السيد اللي حكي هلا ولا موسى موجود بالوثائق التاريخيه لا العبرانيه ولا الفينيقيه ولا المصريه. يعني مش موسى هو اللي خلص الشعب العبري من مصر ورجع الى ارض الموعد. احنا ما قلنا هيك. لا هو الكتاب هيك بيقول انه الكتاب احدهم 40 سنه بالصحراء. نحن عم نحكي اليهود. تاريخ مش موجودين بالتاريخ. خلصنا. هلا الكتاب المقدس بيقول هذا نحن بنمشي معه. بعدنا عم نخلط الامور ما بين التاريخ واللاهوت. يعني بعدنا عم نخلط ما هو صاحبنا هون. نعم. بده يعلمنا صار. لا نحن عم نقول هذا التاريخ. لا مسنيار نحن ما حدا عم بيعلمك. نحن بدنا نتعلم منك. فمن هيك انا عم نسال بهدف انه نستوضح الامور. هذا اللي حكي بطريقه فهمتي كيف؟ معلم مسنيار كل واحد له حق يحكي بالطريقه اللي بده اياها ونحن بنوضح بالطريقه اللي بدنا اياها. بعرف بس نحن بنتمنى انه كمان يكونوا لطيفين شوي. نحن عم نعمل كل لطيفين. يكونوا لطيفين على نصنا مش على قدنا يعني. فأذن اليوم كلمة موسى اسمه مثل ما قلت رع موسيس خادم رع. نعم. لكن إذا كان هالشخص حقيقة من الناس الملوكي شالوا كلمة رع وبقي موسى. وخصوصا إنه موسى عطيه معنى جديد هو الناجي من الماء. صار معنى الروحي ما بقى فيه أي معنى مرتبط بتاريخ مصر. نعم. نشكر اتصالك خينا ومنأخذ اتصال جديد. سلام المسيح. نعم. ألو نعم. سلام المسيح. ألو. ألو. نعم تفضل عم نسمع. لوكم شلونك يا أخت ماري؟ الحمد لله. مين معي؟ مين معي؟ ألو مارلين من العراق. يا أهلا يا أهلا تفضلي. لا شلونك ابونا بولس؟
اهلا وسهلا فيك. هلا هلا ابونا. ابونا عندي سؤال. اهلا فيك قولي. ابونا اذا واحد يعني ما يروح الكنيسة وما ياخذ قربان وما يسمع قداس ويقول انا مؤمن بيسوع المسيح، هذا صحيح ابونا؟ هلا مهمة جدا بتقلنا رسالة العبرانيين، اصحوا تقفوا الاجتماع الاسبوعي. الاجتماع الاسبوعي كثير قاسي رسالة العبرانيين، حتى حياتنا نحن نلتقى ونعيش مع بعضنا ونصلي مع بعضنا. ومربوطس بواحد كورنثوس 11 بيشدد على اجتماع الافخارستية نحن، وبيعطينا الخبر. اذا هذا ضروري جدا. هالشخص بيشيلها وكله سوا منه، مأكد هو عم يضيع حياته المسيحية. نعم. أهلا فيك. نشكر أختنا من العراق على اتصالها. بناخذ كمان مشاركة. سلام المسيح. حلو بونسوار. بونسوار. مساء الخير، مساء الخير. يا أهلا، مين معنا؟ أنطوان طو، أنطوان طو معك. أهلا، تفضل. بدي أسألك سؤال يا أستاذ فهد. أبي وقت أجل بجوز بدنا نشوف المسيح. وقت ألو. نعم تفضل. عارف وقت لازم بجوز تشوف من المسيح، بجوز من ثلاث سيريس تشوف المسيح. جاء الملاك قال له يوسف خذ العذراء وروح على مصر. روح على مصر وخذ العذراء. في كتاب بيقول ان روحوا ماشي بالليل وكثير تعذبوا على الطريق وكثير تبهدلوا. في كتاب بيقول ثاني انه ركبوا على اتان. ايه الاصح؟ اهلا فيك انطوان طاق. مينك انطوان طاق؟ ابن مين انت؟ ابن سؤال. انت ابن مين انت انطوان طاق؟ تعرف انا سامع في شيء مره بمشرق. انا فغالي احنا. ثاني سؤال. ثاني سؤال. وثاني سؤال بالكتاب اللي مجاب موسى من 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 هلا وصل الصوت. اللي اجى موسى من راح ارض الميعاد بيقول سعد حط طلب عصاته البحر وفتح البحر مش قدامه مش قدام شعبه. وبعدين اجوا الفراعنة وراه وطبع البحر عليهم. معقول دول المسيح يهلك هالشعب يهلك هالشعب؟ هذا سؤالي هذا. ايه اهلا وسهلا. بس ما قلت لي شمالك انت انطوان طاق؟ والله والله كيفك انت منيح؟ انت ابن مين؟ طول عمرك. ايه عاقل حال. ميرسي حبيبي. اول شيء كثير مهمه، في عنا الأناجيل العادية نحن بنعرف أنه الملك قال له لا يوسف خذ الصبي وأمه وامضي إلى مصر. هاي هلأ في بنسميهم الأسفار المنحولة أو الروايات، اللي هن صاروا يحكوا مثلا أنه كيف راحوا على مصر ورافقوا الوحوش ووصلوا، حتى المصاري بيقولوا وصلوا كمان على القاهرة وعلى المطرية وعادات درونكا بالاسيوط. اذا هيدي كلها سوا روايات تقويه، بس هيدي مانش موجوده بالاناجيل. نعم نشكر. في سؤال هلا موسى كمان. هلا اليوم مثل ما قلنا حبيبي لما بقول ضرب موسى بالعصا، انت شي مره شفت حدا بيضرب العصا البحر وبيفتح البحر؟ هون بده يبين انه العصا هي قدره يد الله التي فتحت الصعوبات أمام هالعبيد حتى يهربوا إلى أرض الحرية. هي يد ربنا من خلال يد موسى والعصا. العصا ما بتفتح لا بحر ولا نهر. فإذا نشكر أنطوان على اتصاله ومنخد اتصال جديد. سلام المسيح. سلام المسيح. ألو. ألو. نعم. سلام المسيح. سلام المسيح. فؤاد عم يحكي. مش عم نسمع منيح، بس بتعلي لنا شوي صوت. فؤاد عم بيحكي. فؤاد؟ ايوه. نعم تفضل فؤاد. بدي اسال لابونا. نعم. بالنسبه لسفر يونان. يونان فات بالحوت ثلاث ايام وكذا، بنفهم انه هيدي بترمز للسيد المسيح انه ثلاث ايام بالقبر. ويعني في ناس بيرفضوا هالقول انه معقوله انه اليونان فات ثلاث ايام بالحوت وبقي طيب مثلا وبقي طيب. انه ما هي ايه طيب. هذا بنسميه حبيبي ايه بنسميه الخبر التقوي. خبر تقوي يعني هو يونان
حاول يهرب من ربنا، قال له روح على الشرق، راح على الغرب ورميوه بالبحر. مع ذلك ربنا بيحكي بالقال السمكة، هي طريقة انه ربنا مع كل شيء حفظ يونان ورجع قال له روح على الشرق تاني مرة. يعني ربنا اذا كان حقيقة بده شخص للاشخاص يعمل رسالته، ولو مرق بالصعوبة بيخلصوا من الصعوبة حتى يروح على الرسالة. المهم مش الحوت وبقي ثلاثة ايام ويومين وكذا، المهم اهم شيء انه يونان رجع بعدين سمع من ربنا وراح الى نينوى، وإلا بعد 40 يوم تدمر نينوى. وبشرة وتابت نينوى، هذا كان الهدف من روحته على نينوى. فاذا بنشكر اتصالك فؤاد، ناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. الو الو، اتصال جديد. صوتي كثير بعيد. الو بونسوار، سلام المسيح. يا اهلا. الو، بدي اعزبك توطي لنا صوت التلفزيون بليز لتسمعينا بوضوح، ونحن بنسمعك افضل. اسمعيني من اباري التليفون. اوكي. نعم. الو بونسوار. بونسوار، سلام المسيح معك. انا اللي بدي اقوله انه كل كلمه مكتوبه بالانجيل عنا هي كثير واضحه، هي كثير بتتركز على ايمان كل شخص منا. نعم. وكل كلمه يعني مكتوبه هي بوضوح لكل مؤمن، وهو كل واحد بيفهمها على حسب ايمانه. فبتمنى انا من كل مؤمن كان مسيحي ولا غير مسيحي، هو الانجيل كتير واضح بكلامه، والمسيح كان كتير واضح باقواله وبكل اعماله. وميرسي كتير، ما بدي احكي اكثر من هيك. اوكي، ميرسي على اتصالك. بتحب تقول شيء مهم؟ اهلا وسهلا فيك. ليك اذا قريت يمكن عم بيعتبروا شرحك منه كثير واضح، من هيك عم تقول هيك. ايه بدنا لازم نوضحه اكثر، معها حق. ايه نعم، كثير مهم. اذا بتقري مثلا انجيل مرقس فصل 5 وبيقول لك هذا المجنون الجراثيين كان جالسا لابسا، اذا بتشرحي لي اياها شو معناتها كان جالسا مش واقفا، ولاش بقول لابسا؟ اذا بنفهمها بطريقه بسيطه ما بنفهم فيه ابدا. اذا عرفنا انه جالسا هو الذي يجلس عند قدمي المعلم ويصبح تلميذ، ولما بنشوفه لابسا يعني انتم الذين بالمسيح التمتم المسيح لبستم، ساعه بنفهم حقيقه انه الكلمات اذا ما دخلنا بعمقها منضل برا. نعم. في اتصال. سلام المسيح. مساء الخير. يا اهلا سلام المسيح. ممكن نحكي مع الابونا؟ نعم تفضل. اهلا وسهلا فيك. كيفك ابونا؟ خلينا هيك ابونا، بس بدي استوضح اذا بتريد بخصوص يونان. ايه. وقت حضرتك قلت انه مش فعلا الحوت بلع على يونان، بس الرب يسوع عم بيقول انه مثل ما كان يونان ببطن الحوت ثلاث ايام وثلاث ليالي، هيك بده يكون الرب يسوع مش عم يحكي عم ياكد انه يونان فعليا كان ببطن الحوت، لانه الرب يسوع هيك قال انه مثل ما كان يونان بطن الحوت ثلاث ايام وثلاث ليالي، هيك بده الانسان. ايه. مش هيك عم بيقول الرب؟ لك قلبي، مش هيك قلبي. لك تعرف اول شيء بتعرف شو هو خبر يونان؟ خبر يونان حبيبي كله سوا هي قصة تقوية مش قصة تاريخية. أول شيء نينوى ما تابت أبدا. نينوى سنة 612 كانت مدمرة كليا، ولما كتب هالكتاب المقدس عن يونان اللي هو كان متذمت جدا وديه عند مدينة ظالمة ومدينة وثنية، هذا تعليم حتى يقلن انه انتو يا اورشليم توبوا الى الرب. فاذا هذا خبر تقوي مش خبر تاريخي، كثير مهم هذا. هلا بده اقوله هو ما نقريه نحن حبيبي كانه قضيه تاريخيه، لا
هيدي قضية صار هو الأساس، الأساس أنه عم بيقول لهم اليوم يونان أو في اثنين أول مرة يونان بشر أهل نينوى وتابوا، وأنا يا أهل أورشليم ويا أهل اليهودية عم بشركم وما تبتوا، فإذا أنتوا أقل من نينوى. ثاني شيء إذا أنتوا صدقتوا أنه يونان بحط البطن حوت ثلاث أيام، أنا رح أبقى كمان بضغط الأرض ثلاث أيام، لكن بعدين في القيامة بعد منها. نعم. نشكر اتصالك، خلينا بناخذ الاتصال الأخير. سلام المسيح. ألو ألو بونسوار. بونسوار. سلام المسيح. بقلبك. هيدي في مجاحة مع مسنجر، أسأل سؤالين. نعم تفضل. المونسنيور سامعك. إي نعم مونسنيور. قول. وحياتك، بس بدي اسالك سؤال، انه بالنسبة يسوع عم يحكي على اذا عندك ايمان قد حبة الخردل يعني تنقل من الجبل هون تحط الجبل محل ثاني. ايه ايه نعم. بس عم شوف انا بحس انه بهالدنيا هلا بهالوقت اللي عايشين فيه ما في حدا مؤمن، بحسه ما حدا عم بيقدر يشفي المرضى او الا القديسين بس. هي السؤال يعني القديسين. ايه نعم. انت اعطيت الجواب حبيبي، اذا القديسين عم يشفوا المرضى لانه عندهم ايمان. ما انت نعم. معناتها نعم. اذا انا ما عندي ايمان ابدا بعمل شيء، شيء طبيعي. شو الايمان حبيبي؟ الايمان هو تجاوب مع نداء الله. الله نعم. بينادينا، اذا بتتذكر هذا الصبي كان يوقع بالصرع بيقول له يسوع اتؤمن؟ قال له اؤمن بس ساعدني حتى امن اكثر، وساعتها يسوع شفاه. مأكد اللي عم تقولها كلها صح، لانه ايماننا ضعيف حقيقه مش عم نقدر، بينما القديسي لانه ايمانهم قوي عم يعملوا عجائب اذا بدك او غير شيء. ويسلم هالكلمة الحلوة قلتها. إيه؟ نعم. فإذا خلينا كان الاتصال الأخير، بنشكرك مسنيور. قبل ما ننتقل لزوادي الروحية ونختم حلقتنا، ورد اتصال تحت الهواء كمان عم بيطلب إنه يعني في صار مثل خلط، ما بيقدروا يستوعبوا الشرح التاريخي واللاهوتي لوجود موسى، يعني هل موسى انوجد حقيقة؟ هل انوجد بتاريخ يا ملا؟ وصار في يعني عم بيصير في مثل خلط بفكر المشاهدين بين التاريخ واللاهوت، ما بقى عم بيقدروا يميزوا بين الحقيقة والرمز. فإذا ممكن نرجع نوضح سريعا هيدي الفكرة قبل ما ننتقل لزبادة الروحية ونختم حلقتنا اليوم. واضح جدا بالوثائق، الوثائق المصرية ما في شخص موسى. خلصنا. هلأ بالكتاب المقدس موسى موجود وشخص معبى حياة الإبرانيين. فإذا بالكتاب المقدس موسى موجود، لكن بالوثائق المصرية والوثائق التاريخية ما في اسم موسى. يعني اخترعوا لهيدا الإنسان ولا؟ مش اخترعوا، هاي خبرية خاصة بالشعب الإبراني بالقبائل بس. بس ما وصلت للتاريخ كله سوا. هل كل خبريات لبنان وصلت على 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 كامتشاتكا؟ لا، لما بتقول انه ما وصلت شيء، ولما بتقول انه منه تاريخي مزبوط شيء تاني. يعني انا ما قلت تاريخي، قلت انا مش موجود بالوثائق المصرية. بس مش معناتها يعني، بس هيدا هلا عم تلغي يعني، مش معناتها انه منه موجود حقيقة بالواقع. انا عم بقول مش موجود بالوثائق المصرية، موجود بس بالكتاب. مثل فرعون، الفرعون ما فيش كلمة فرعون بالوثائق المصرية، موجودة بكتاب مقدس. ليش بدنا نخلط نحن؟ خلينا على الكتاب المقدس وما نحكي تاريخ. هذا تعليم مش تاريخ. يعني برجع بسألك السؤال، هل هول كلهم هالنصوص اللي عم نقريها بدنا نفهمها يعني حتى يمكن نبسط الأمور شوي بمثابة الأمثال يلي موجودة بالكتاب المقدس؟ مش أمثال، هذا لاهوت. منا أمثال كمان يعني، هذا لاهوت. منطلقين من شيء واقع حقيقي وبنيوا عليه بعدين. يا بنتي هذا لاهوت. يعني عم جرب ساعد المشاهدين لحتى يفهموا أكثر. هذا بسموه لاهوت. لما يحكي لاهوت بقول أنا الله هو إله واحد ثلاث أقانيم، هاي تاريخ يما لاهوت. لاهوت. خلاص أنا عم بحكي لاهوت. عم بيعطينا كيف نحن، بس اعطينا المثل بالنسبه لهالتنين نسوان. نحن بقول هودي كان يخافوا الله،
فاذا نحن اللي سمعنا اليوم وانا وياك هل نخاف الله؟ نحن مستعدين نوقف بوجه السلطه حتى ما منغيظ الله. هذا الاساس. هيدي بتيله له وتبتيله. نحن مش عم نعمل، نحن اذا كان موسى وجد او ما وجد وان كان كذا ايش بيزيد علينا؟ هلا يمكن علي وعليك ما بزيد، بس المشاهدين حابين يعرفوا، يعني فاكرينهم من وقت ما بلش يقروا الكتاب فاكرين الاشخاص حقيقيين مظبوطين. ما بيقول لك، ما بيقول لك اسمه تيموثاوس بيقول له شو الخبريات كلها صوت ضيعوا وقتكم اذا تاريخ او مش تاريخ؟ هاو دي اوروبا طرحوها بالقرن التاسع عشر، صار تبين انه هاو تاريخي بالمية. لا، هاو دي نحن اللي بنقرا الكتاب المقدس، اسمه كتاب مقدس. نعم. يعني بده يعطينا وعظه. نحن اخذنا اهم شيء انه هتنان هودي كانوا يخافوا الله، واخذنا وعظه ثانيه انه الام لموسى واخته حطوا حالها بالخطر حتى حميوه. نعم. حمتيلي ثالثه انه ربنا باكبر اعداء للعبرانيين ساعدوهم حتى يربوا موسى احلى تربيه. واخيرا شو كان العنوان؟ نحن لما بنروح على مصر، نحن العبرانيين لما رحنا على مصر رحنا للعبوديه وضيعنا حالنا. فاذا انتبهوا على ايام ارميا، على ايام كثير. نعم. فاذا الوقت انتهى وبعد في كثير اشياء لحتى نقولها. قلت له العنوان مرسيدس. لا ما هيدا من هيك بدي انا اختم. رح نعتبر اللي ذكرتنا فيهم هلا هالثلاث نقاط اللي توقفنا عنهم وفهمناهم من هيدا النص، واهم خوف الله رح يكونوا بمثابه الزبيده الروحيه. فاذا مشاهدينا الاسبوع المقبل حلقتنا رح تكون عنوانها الضمير والشريعه. رح ننتقل ل القديس بولس هالمره، بقول الاربعاء الساعه 4 بكره الساعه 4 على نور الشرق، والخميس الساعه 1 على نور سات. وبنطلب صلاه كلنا سوا على نية ميرنا حدد. فإذا هيك بيكون انتهى لقائنا لليوم. موعدنا بيتجدد بإذن الله الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من برنامج الكلمة. حتى نلتقي بترك معكم سلام الرب يسوع.